نفتتح هذه الكلمة دون أن نذكر هذا الحدث المؤسف الذي وقع قبل بضعة أيام حين تجرأ الرئيس الأمريكي على الاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل المغتصبة. بطبيعة الحال موقفنا معروف وعبرنا عنه. بطبيعة الحال فيما قاله الأخ جامع المعتصم الكفاية. ولكن لا بد أن نذكر شيئا، هو أنه خصومنا وأعداؤنا عندهم مخططات وهم سائرون فيها ويجروننا إليها تدريجيا. يختبرون مدى حياة الأمة، هل ما يزال فيها روح؟ هل ما تزال مستعدة للمقاومة؟ الله وحده يعلم ماذا يريدون، لكن أريد أن أقول لهم هذه الأمة مهما حاولت سوف تبقى صامدة إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسوف تقاوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسوف تنتصر إن شاء الله الرحمن الرحيم، وإن بعد حين. هذا ما علمنا التاريخ، لا لأننا نملك المال ولا لأننا نملك السلاح، ولكن لأننا نملك الإيمان بعدالة قضيتنا. فإخواننا الفلسطينيون هم منا ونحن منهم، لا فرق بين مغربي وفلسطيني، لا فرق بين جزائري وفلسطيني، لا فرق بين كل من يشعر بالانتماء إلى هذه الأرض، وأنها ميراث الأمة الإسلامية أخذت منه غصبا، سترجع بطريقة أو بأخرى إلى أصحابها. ومن أجل ذلك فنحن سوف نتواصى بهذا الكلام جيل بعد جيل حتى يأتي الله بنصره. ونسأل الله أن يجازي إخواننا الفلسطينيين عنا أحسن الجزاء، لأنهم ينوبون عنا في الدفاع عن مقدسات المسلمين. هذه ليست مقدسات الفلسطينيين وليست مقدسات العرب، هذه مقدسات المسلمين ومقدسات المسيحيين، اغتصبت لا بد أن ترجع لأصحابها. السلام عليكم ورحمة الله. نبغي نأكد واحد القضية، موقفنا ليس ضد اليهود. اليهود كاين مغاربة معنا يهود راهم عايشين معنا كيتقاسموا معنا الأرض والجنسية والمصالح. كاين اليهود في العالم وكاين اليهود اللي متفقين على هذا الشيء اللي كيوقع وكاين اليهود اللي ما متفقينش. حنا الخصوم ديالنا هما المتصهينين والصهاينة. أنتم اليوم الإخوان حزب سياسي، خص كل واحد يجي يقول اي كلمه يعرف راسو شنو تيقول. خصنا نتحملوا مسؤوليتنا بالمستوى الحضاري اللائق، ماشي نبداو نلقي الكلام على عواهنه وياخذ ذلك خصومنا الحقيقيون ويستعملونه ضدنا ونؤدي ثمنه غاليا.